السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بالخير أخواني المتابعين الطيبين عيال الطيبين. بما أن الموت راح اختري شوي يحتمي، بقول لكم سالفة سريعة. في سالفة صارت قبل فترة بسيطة، ما هي بعيدة. شايب انخفض عنده السكر والضغط إن كان من أبواهم، لكن السكر هذا شيء أساسي. قالوا طبعا كان في زواج، هو بعزيمة زواج وخلاص، قالوا بالله دخلوني باخذ لي شيء يعني على اساس انه يرفع السكر، تفاح موز من هذا. دخلوه الحاله، هو شوفه هو ضيف وبعزيمه زواج. دخل الرجال يوم طلع وجو تتبعوا وراه، وش لقوا؟ لقوا الشايب الله يحفظه ويستر عليه ويشفيه ضارب بنفطح وماكل من الرز واللحم ما شاء الله تبارك الله. قاموا ودخلوا، طبعا الظاهر مش الرجال او عقبه تتبعوا وشافوا وما قدروا يمكن اتوقع يتكلموا فيه او تكلموا معه، بس قاموا يصورون. قالوا شوف شوف شوف، قال اننا دخلناه منخفض سكري زي اللي يعذربون فيه، وانه منخفض السكر وانه بياكله تفاح وموز. حبيبي مريض السكر اذا نزل ترى بيصير له حاجات غير انه ينخفض، ترى يصير له لا شعور، ما يقدر يتحكم، ما يقدر يسيطر على نفسه، احيانا يثقل لسانه يتلعثم. الحمد لله انه هو يدري انه الان هو منخفض، فهذا اللي صار يعني جاء وحط حيله بالاكل. يا جعله يا رب 2000 2000 2000 عافيه. شوفوا شو قالوا، اكل من الذبيحه قص نصها وما ادري ويش. والله يا جماعه الخير عذر الرجال، مع انهم بعضهم يعذرب، عذر الرجال تراه بسبب مرض السكر. بعض الامراض ترى يفقد السيطره وعدم الشعور، ترى ما عاد يشعر باللي هو فيه، بالانخفاض بالارتفاع، بس الانخفاض في حالات عدم وعي، تحس انه كنه سكران، يثقل لسانه، ما يقدر يتحرك، ما يقدر يشيل نفسه، يتصبصب عرق، يصير في عنده جفاف، ما يقدر يتحكم في نفسه. فالشايب هذا الله يجعله يا ربي صحة وعافية ويكفيه شر العين أو أي شر يجيه من عقب هالسالفة هذه. السالفة لها فترة لكن أنا كنت أحب أعقب عليها. لا قدر الله يصير الأحد زي هالموقف يحسب حساب الشيء هذا. لقيت مريض سكر خاله يدق، إذا منخفض خاله يدق بالعافية وجعل بالفين عافية يا رب العالمين، وبدال الذبيح ذبيحتين، وبدال الذبيحة ذبيحتين، وبدال ذا أبد كرامتين، أبد يستاهل، أبد جنب له وخله ياخذ اللي يبي، أبد ويستانس. يعني الواحد ما يعذرب بأي شيء يعني في خير، حصل ما ذبحت الذبيحة ولا حط العشاء إلا له شرواه أبد، وهذا عذره معه والحمد لله. وأبد لو والله لو أنا مكانه والله لحب راسه. الزبدة أنا باختصر، أبى أحط لكم مقطع بآخر شيء بس باختصر. من أهم الحاجات اللي ممكن تشوفها أنت عند انخفاض مرض السكري زغللة بعيون، تحس ما يقدر يوقف زين، تحس إنه عنده جفاف، عنده هبوط، رجفة، رعشة، تعب، إرهاق، ثقل بلسانه، هو مو بسكران. ركزوا، وهو مو بسكران يعني ما في ريحة، ما في أي أرض سكر أو خمر. فالله يشفي الجميع. أحط لكم مقطع وشوفوه وأقول لكم الحكم. السلام عليكم. شايب خش، في شايب خش، وهذه المفطحات. أيوة جالسين المفطحين، لكن هنا طول عمر صحات. دخل واحد من الشبان، أيوة قال عنده سكر. المهم طول العمر قال بيغلى واحد موز وواحد تفاح عشان السكر، هبط ما ادري ارتفع ما ادري وش، وبرى من نصه. لا لا ما برى من نصه، بس حدد تحديد ماكينه ماكينه اخذها ماكينه والله يا ناس نصه.